المنافسة بين المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية هو أمر طبيعي، لكن أن يمتد إلى الانتقام من وسائل التواصل الاجتماعي، فهنا تكمن المخاطر أمام مستقبل الشركات المالكة لهذه الوسائل. فما الذي يحدث؟ لمكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة، فإن تويتر وفيسبوك وجوجل أعلنوا عن خطط وقواعد لإزالة ومنع معلومات أو رفض إعلانات من شأنها تقويض ثقة الجمهور في الانتخابات الأمريكية. وهذا الإجراء يستهدف في المقام الأول منع دونالد ترامب وجو بايدن المتنافسان على مقعد الرئاسة الأمريكية من الادعاء بالفوز في الانتخابات قبل الإعلان عن النتائج الرسمية، ولما في ذلك من إحداث بلبلة واضطرابات في الشارع الأمريكي الذي يشهد انقساما حادا من الأساس. هذا الإجراء وإن كان منطقيا، فإنه سيكون له تداعيات وخيمة على هذه الشركات فيما بعد. فمثلا لو أعيد انتخاب دونالد ترامب، فإنه قد يلجأ إلى معاقبة شركات التواصل الاجتماعي من خلال إلغاء القانون الذي يحمي هذه الشركات من أن تكون مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره الناس. أما إذا فاز بايدن وكان يشعر أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تقم بما ينبغي القيام به، فإن بعض الديمقراطيين لديهم توجه إلى تقليص القوة التي تتمتع بها هذه الشركات من خلال تقسيمها.